واش الخوت، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. وقبل ما نبدا الفيديو الخوت، كنتمنى من اي واحد يشوف هذه القناه لاول مره يخبط معاه دي سبسكرايب، ولا كنتي من العائله ما تنسى دير معاك ديك لايك. وخلينا ندوز الفيديو. صافي خوت، في هذا الفيديو هذا كما شفتوا في العنوان غادي نعطيك واحد الطريقه اللي سهله جدا جدا بلا ديك التعقيدات، غتحسن الجوده ديال الالوان في المحاكي ديالك ولا في البيسي بصفه عامه ولا في اي لعبه كيف ما كانش بهذه الطريقه هذه. صافي خوت، بغيت ننبه على واحد النقطه. هذه الطريقه هذه كتخدم في لي كارت جرافيك الداخلي ديال البروسيسور، يا اما على الاي ام دي ولا الانفيديا. الانتل ما تخدمش فيه، الانتل ما تخدمش فيه. انا عندي الاي ام دي، عندي كارت جرافيك الداخليه، عندي الاي ام دي هي باش كنخدم، والطريقه خدامه ليا يعني كتخدم في الاي ام دي والانفيديا. الانتل ما تخدمش فيه. واخوت، الا بغيتي نجيب لكم الطريقه ديال الانتل كاينه، ولكن انا ما خدمتش ليا حيت انا ما عنديش انتل، ما خدمتش ليا. ولكن الا بغيتي نوري لكم نديرو لها شي فيديو نوري لكم الخوت، باش بلا ما يجي عندي شي واحد يقول لي راه ما خدمتش ليا الطريقه. الا كان عندك انتل ما غاديش تخدم لك الطريقه، نقول لك من هنا. الا عندك اي ام دي ولا انفيديا غادي تخدم لك الطريقه. صافي الخوت، هذا هو البرنامج ديالنا، نخليكم ليا ديالو في الديسكريبشن كيف العاده. هنا لك عندك ديسكتوب، هنا لك عندك لابتوب. صور عندي لابتوب، تختار هاد الطريقه هادي، غادي يخرج لك التشكيل ليا ديالو. وانا راه ديالو بهذا الشكل هذا، غادي لي اكستراج اسي ولا اكستراج هير على حسب اللغه اللي عندك. صور غادي يخرج لك بهذا الشكل هذا، زعما انا من دوبي. هذا هو البرنامج ديالنا ولا سميتو ولا البرايميج ديالنا، دوبل كليك. صافي خوت، كما شفتوا هذا هو البرايميج ديالنا، كيجي بهذا الشكل هذا، واجهه بسيطه جدا جدا باش تسجل انت تعقيدات. غنجيو هنا غنديرو اديد مونير، ولا غادي نختارو اللعبه ديالنا ولا المحاكي ديالنا. مثلا نختار سمارت هذا بهذا الشكل هذا، وغادي عندنا سمارت هذا بهذا الشكل هذا. انا بغيت تشينج ريزوليشن وين ان جيم، شكون لعب واش تبغي تبدل الريزوليشن ديالك ولا لا. او مخليهاش كما هو، وغادي نديرو سيف. سو غادي نجيو للمحاكي ديال هذا سمارت هنايا، غادي نحطو التشكيل هنايا، غادي ندخلو الترينين باش يبان داكشي مزيان. سو خوش، كما كتشوفو احسن دخل ندير لونتري تاع وقف اصاح، ندخل ندير لونتري با. هذا كتشوفو هذا هو الكولور، كيفاش هذا عادي كولور عادي. نحاول دابا نجيو هنايا وغادي نزيدو فيه شوية، مثلا نديرو مثلا 150، ومن بعد فجأة شوفو الماتش كتشوفو الألوان بداو كيتبدلو هنايا. لاحظو مشا في هذا الزرق هذا مثلا، لاحظو معايا هذا الزرق هذا كيفاش هنا، باش هنا غادي نرجعو مثلا بيضو كحل. غادي نقسم منو شوية هنا، مثلا نديرو 50، 49، نباركو هنايا. شوف الشكل كيفاش ولا، يعني الا في بيسي كامل كيفاش كيفاش. سوا الخوت، هادشي اللي كان في هاد الفيديو هذا. لا عجبكم الفيديو خلي معك لايك سبسكرايب اند كومنت، ونشوفكم في فيديو جاي. بيس.